السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من آخر خلاصة. معكم محمد نور الدين. مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي. متابعين الكرام، لأول مرة تزورنا في القناة انزل اشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك وسبسكرايب، اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. اليوم نادي إيمبولي هيلعب أمام نادي مونزا اليوم السبت 15/10/2022 بداية الجولة العاشرة. متابعين الكرام، الفيديو بتوقيت مصر وليبيا والسودان. لو عايز توقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا من فضلك زود ساعة. لو عايز توقيت الإمارات وعمان من فضلك زود ساعتين. لو عايز توقيت تونس والجزائر والمغرب من فضلك قلل ساعة. لو عايز توقيت جرينتش وموريتانيا من فضلك قلل ساعتين. إيمبولي في مواجهة مونزا الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر، الساعة 4 عصرا أو مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 2 ظهرا أو مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. المباراة على قناة أبو ظبي بريميوم 1 الأولى والمعلق محمد أبو كبدة. تورينو هتلعب أمام يوفنتوس الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 5 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب على قناة أبو ظبي بريميوم الأولى والمعلق أحمد الحامد. أتلانتا هتلعب أمس الثلاثاء الساعة 8:45 دقيقة، يعني 9:15 مساء توقيت مصر وليبيا والسودان، الساعة 9:45 دقيقة يعني 10:15 مساء توقيت مكة المكرمة، والساعة 7:45 دقيقة يعني 8:15 مساء توقيت تونس والجزائر والمغرب على قناة أبو ظبي بريميوم 1 والمعلق خالد الغول. يوم الاحد 16/10/2022 باذن الله تعالى. انتر ميلان هتبدا يوم الاحد بمباراه امام سالرنتانا الساعه 12:30 ظهرا او مساء بتوقيت مصر، الساعه 1:30 ظهرا بتوقيت مكه المكرمه، والساعه 11:30 صباحا توقيت تونس والجزيره المغرب على قناه اي دي سبورتس بريميوم 1 او ابو ظبي بريميوم الاولى والمعلق عصام عبده. بعد كده عندنا مباراتين في نفس التوقيت، لاتسيو هتلعب امام اودينيزي واسيبيزي هتلعب امام كريمونيزي. لاتسيو امام اودينيزي على الساعه 3 عصرا بتوقيت مصر، 4 عصر او مساء بتوقيت مكة المكرمة، و 2 ظهر او مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. اما مباراة سيبيزيا امام كريمونيزي فهذه المباراة هتكون على قناة اي دي سبورتس بريميوم 1 ابو ظبي بريميوم الثانية والمعلق خالد الغول. متابعين الكرام، بعد كده نابولي هتلعب امام بولونيا الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 5 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب على قناة ابو ظبي بريميوم 1 الاولى والمعلق احمد الحامد. هيلاس فيرونا هتلعب امام ميلان الساعه 8:45 دقيقه يعني 9:15 مساء بتوقيت مصر، الساعه 9:45 دقيقه يعني 10:15 مساء بتوقيت مكه المكرمه، والساعه 7:45 دقيقه يعني 8:15 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب على قناه ابو ظبي بريميوم الاولى والمعلق فارس عوض. متابعينا الكرام، عندنا يوم الاثنين الموافق 17/10/2022 اخر مباراتين في الجوله العاشره. سامبدوريا هتلعب امام موروما وليتشي هتلعب امام فيورنتينا. مباراة نادي سامبدوريا أمام روما المباراة هيكون ميعادها بإذن الله تعالى مكتوب 6:30 هنا، ولكن مكتوب هنا 6:30 مساء توقيت مصر وليبيا والسودان، والساعة 7:30 مساء توقيت مكة المكرمة، والساعة 5:30 مساء توقيت تونس والجزائر والمغرب. المباراة تذاع على قناة أبو ظبي بريميوم الأولى والمعلق عصام عبده. أما آخر مباراة فهي مباراة ليتشي أمام فيورنتينا. المباراة ميعادها الساعة 8:45 دقيقة يعني 9:15 مساء بتوقيت مصر، الساعة 9:45 دقيقة يعني 10:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 7:45 دقيقة يعني 8:15 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. والمباراة هتذاع على قناة أبو ظبي بريميوم الأولى والمعلق محمد بشير أبو كبدة. اشترك في القناة وفعل زر الجرس وعمل لايك للفيديو. متابعين الكرام، كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.